معانا طبعا الفنان الجميل وفناننا الكبير ايهاب توفيق. مساء الخير يا فندم، والف الف الف مبروك. يا كابتن ربنا يخليك، الف مبروك لمصر كلها، الف الف مبروك. فرحه كانت كبيره جدا يا استاذ ايهاب، الدنيا اتقلبت يعني. اوصف لنا كده شعورك بعد الهدف الثاني وصلنا للمونديال. لا احنا كنا قاعدين في حاله، انا بتفرج، انا هنا في امريكا، وكنا قاعدين كلنا بنتفرج. عندنا التوقيت الصبح من الساعه 10 صاحيين عشان الماتش بنتفرج عليه، وبعدين حصلت الصدمه بتاعت الكره التعادل اللي جه في وقت قاتل فيها 87. لكن والله العظيم كلنا كان يعني كلنا كان عندنا امل ان احنا هنقدر نرجع تاني في الخمس دقائق اللي جم في الوقت الضايع في الاخر. ومش عايز اقول لك الفرحه قد ايه لغايه دلوقتي، الناس كلها هنا طايرين من الفرحه الحمد لله. استاذ ايهاب حضرتك فين في امريكا؟ في نيويورك؟ في لوس انجلوس. في لوس انجلوس، لوس انجلوس فيها جاليه مصريه، ما انا عارف لوس انجلوس كاليفورنيا فيها جاليه مصريه كبيره. اقول لي يعني جاليه كبيره، وهننزل ان شاء الله نشارك في الاحتفالات دلوقتي. الوقت عندنا لسه الصبح، ويعني دايما الناس بتتجمع في وقت متاخر شويه عن دلوقتي، فان شاء الله بعد شويه هننزل نحتفل مع بعض كلنا. بالتاكيد الناس فيها عندها شغف، المصريين في كل حته في العالم. النهارده حدث استثنائي، 27 سنه ما رحناش كاس العالم، الناس كانت حاسه وشايفه الموضوع ازاي عندك في امريكا دكتور ايهاب؟ يا كابتن مش في امريكا بس، في كل مكان في العالم. انت لو شفت التليفون عندي جاي عليه رسائل وفيديوهات من كل مكان في الدنيا، من كل مكان في الدنيا، في البلاد العربيه كلها، في كل الجاليات العربيه اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا وفي كل مكان. الناس كلها طايره من الفرحه ما شاء الله، والف مبروك. والحمد لله رجالتنا النهارده كانوا بجد يعني قد المسؤوليه. طب وصراحه بقى مش هتكلم انت يعني، مش هقدر اقول ايه اللي... طب انا هسالك سؤال. اتقال على صلاح وعلى كل الفرقه النهارده ما شاء الله عليهم، كانوا رجاله وقد الموقف اللي كانوا فيه، وكانوا قد فعلا المسؤوليه، وفرحوا الملايين كلها اللي كانت موجوده بتتفرج، المصريين في كل مكان. بالتاكيد معاك. عرفت تشوف البنالتي بتاع صلاح؟ انا كنت مش عايز اقول لك يعني، لغايه اما مسك الكوره وحطها وبيشوط، انا عمال يعني ادي ظهري للتلفزيون وبعدين ارجع اتفرج تاني، وبعدين ادي ظهري للتلفزيون وبعدين ارجع اتفرج تاني، ولغايه اما جت اللقطه يعني فبص على الشاشه لقيت الجون دخل. مش عايز اقول لك الفرحه كانت قد ايه. فطبعا فرحة كبيرة جدا. طب عايزين نسمع منك حاجة الفرحة الكبيرة ديت لجمهور مصر واللعيبة والناس كلها فرحانة يا دكتور إيهاب. هم دول المصريين بالمواقف معروفين، بالرجولة وبالشهامة في العالم مشهورين. هم دول المصريين بالمواقف معروفين، بالرجولة وبالشهامة في العالم مشهورين. ساعة الجد بنبقى بجد، ما نخافش غير من اللي خلقنا، يد في يد وروح تتشد، الله يحميكوا يا شبابنا. ده انت عايشه في دمي زي ابويا وامي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ربنا يحميكي ينصرك يديكي في كل خطوة النصر يا مصر. هم دول المصريين المواقف معروفين، بالرجولة وبالشهامة بالعالم مشهورين. هم دول المصريين دكتور إيهاب توفيق. أكيد هتروح المونديال بقى ورا المنتخب في روسيا. أكيد يعني كل التعليقات اللي جاية جاي لك يا رشا. إحنا مع الناس اللي رايحين لرشا. هو سبحان الله يعني إيطاليا كل ما تنظم كأس عالم نروح، وأدي روسيا برضو الناس اللي بتجيلنا إحنا بنروح لهم يا دكتور إيهاب. يعني إحنا مش مستنيين بقى حد يبعت لنا الطيارات بتاعت روسيا وكده، إحنا رايحين لروسيا. إحنا رايحين بنفسينا. روسيا ما تجيش، احنا هنروح. احنا هنروح لها طبعا. فرحة كبيرة جدا وفرحة جميلة، ناس كانت محتاجة تفرح يا دكتور إيهاب. قوي قوي الحمد لله، وربنا ومنتخبنا فرحوا الناس، وان شاء الله الفرحه دي تستمر دايما في كل المجالات، ورجالتنا بقى يلموا الشمل كده والدنيا كلها تقف ورا المنتخب ان شاء الله، يكون في الفتره اللي جايه احسن واحسن. قدامنا 9 شهور، لو في اي تصحيحات هتحصل، لو في اي تغييرات هتحصل،
لو في اي اضافات هتحصل في المنتخب عايزين الناس كلها تبقى واقفه ورا رجالتنا، وان شاء الله نظهر بشكل مشابك كمان، مش بس نروح نحضر في كاس عالم في روسيا، ولكن يعني كلنا فعلا تمثيل مشارك. مش بنقول هنكسب كاس العالم، لكن نظهر بشكل يعني ان شاء الله يشرف عند الناس. وبعدين نخلي كابتن يعني مجدي بقى يرحمنا شويه. انا كنت لسه هقول لك دلوقتي اكيد هتبعت له مسج كابتن مجدي اكيد هتبعت له مسج دلوقتي انا عارف ان انت هتبعت له مسج يا دكتور ايهاب هتبعت له مسج ولما ترجع هتروح له في المهندسين انا عارف وبعدين هنغير الاغنيه بتاعت ارقص يا حضري اسكت يا مجدي دكتور ايهاب توفيق فناننا الجميل بنشكر حضرتك والف الف مبروك وفرحتنا والله في المداخله الجميله واكيد نقلت لنا قد ايه الناس في كل مكان في العالم المصري في كل مكان في العالم